فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء. نفس تألم ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء. فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر، والدمع عطرا سابحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فاسمع إذن. ما زلنا نتابع القول في قصيدة بين أمي والقرآن للشاعر عباس الديب. تلكم القصيدة التي ناجى فيها ولد أمه وبثها شكواه وحكى لها ما يحيك في صدره، أو تخيل ذلك بين إنسان وأمه، ثم راحت أمه بفطرتها وبما ألهمها الله عز وجل من حفظ لكتاب الله عز وجل وفهم له ولأسراره الحكيمة، راحت تجيب عن هذه الأسئلة سؤالا بعد سؤال وإجابة بعد إجابة. كان لقاؤنا السابق فيه سؤال من الابن عن الحال التي يعيشها بعض الناس، يعيشون فقراء وبعضهم يعيشون أغنياء، بعض الناس أصحاء وبعضهم يعني مرضى. قالت بني إلى الرضا، ثم تحدثت معه عن الرضا وذكرنا طرفا من هذا الأمر الذي ينبغي أن يحيا به المسلمون وأن يرضوا. أولا أن يتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل، ثم ويأخذوا بالأسباب، ثم يرضوا بما قسم الله لهم، ثم يشكر الله تبارك وتعالى على ما أولاهم من النعم. المقطع التالي الذي نتحدث فيه الليلة بإذن الله عز وجل مقطع تتحدث فيه الأم عن القرآن وعن أسرار القرآن، بل عن أسرار حروف القرآن، وهذا سيجعلنا نتحدث عن طرف من علوم القرآن وأهمية القرآن مرة أخرى، ونحن مقبلون على شهر رمضان، شهر الفضل والإحسان، شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نسمع ونتدبر ونفهم ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، لنتدبر هذه الآيات ثم لنجعلها نبراسا لنا في حياتنا، لأن القرآن ما أنزل ليتبرك به ويوضع على الأرفف أو تحت الوسائد أو في السيارات وما إلى ذلك، وإنما أنزله الله عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لتنذر به قوما لدا. نزل القرآن ليبشر الله عز وجل به المؤمنين ويحذر به الأصناف الأخرى حتى يسعد الجميع السعادة السرمدية الأبدية
التي يرضاها رب البرية لخلقه بإذن الله تعالى في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. ماذا قالت الأم في حديثها عن القرآن، وكيف لنا أن نفسر ما قالته؟ هذا ما نتحدث فيه الآن بإذن الله عز وجل. تقول الأم: أقرأت يا ولد الكتاب كما يراه العارفون؟ هاتيك فاتحة الكتاب فهل وعاها القارئون؟ وبسر بسم الله ما يغذو التحرك والسكون؟ أعرفت ما تعنيه حاميم وقاف ثم نون؟ ما السر بين القاف والقرآن لو يتذكرون؟ ما السر بين النون والقلم الذي فيه يسطرون؟ ما السر في عدد الحروف ورسمها إذ يكتبون؟ أعرفت ما تعني الصفات وكلها فوق الظنون؟ هاتيك يا ولدي أمور حار فيها العالمون، فإذا شغلت بكونه أتراك تعرف ما يكون؟ كلمات عذبة رقراقة واضحة، لكن أيضا نحن نحتاج إلى شيء من التفصيل فيها، لأنها إشارات ولكن تحوي علوما كثيرة في خلال هذه الإشارات. أقرأت يا ولد الكتاب كما يراه العارفون؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هاتيك فاتحة الكتاب فهل وعاها القارئون؟ الفاتحة سبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فاتحة الكتاب الشافية الراقية الكافية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة الكتاب رقية يرقي بها الإنسان أي إنسان مريض. حديث أبي سعيد بن المعلى لما كان مع قوم من الصحابة ولدغ سيد حي كانوا عندهم في ذلك المكان، وكانوا قد أبوا أن يضيفوهم، فلما لدغ ذلك السيد في هذا الحي قالوا: أفيكم راق؟ فيكم من يرقي؟ قال: نعم، ولكن على أن تجعلوا لنا جعلا، يعني تجعلوا لنا مبلغا من المال نأخذه مقابل هذه الرقية. ثم رقاه بفاتحة الكتاب، يعني قرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ ونشط بإذن الله عز وجل. لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر قال: وما أدراك أنها رقية؟ اضرب لنا أو اقسم لنا في هذا الجعل الذي أخذته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أيضا هنأه على ما قد علمه هذا العبد المسلم أبو سعيد بن المعلى من أن القرآن الكريم فيه شفاء للناس. فمجرد أن قرأ فاتحة الكتاب على ذلك اللذيغ الذي لدغته عقرب أو حية أو ما شابه ذلك، فقام وقد نشط كأنما نشط من عقال. هاتيك فاتحة الكتاب فهل وعاها القارئون؟ وبسر بسم الله ما يغذو التحرك والسكون. في القرآن الكريم في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قالت الأم: أعرفت ما تعنيه حاميم وقاف ثم نون؟ ما السر بين القاف والقرآن لو يتذكرون؟ أي قاف والقرآن المجيد. ما السر بين النون والقلم الذي فيه يسطرون؟ نون والقلم وما يسطرون. ما السر في عدد الحروف ورسمها إذ يكتبون؟ كأنها إشارة إلى أن هناك سور بدأت بحرف مثل نون ومثل قاف ومثل صاد، وهناك سور بدأت بحرفين مثل طه مثل ياسين مثل حاميم مثلا، هناك سور بدأت بحروف ثلاثة ألف لام ميم، وهناك حروف بدأت بأربعة ألف لام ميم صاد، وهناك سور عفوا بدأت بخمسة أحرف مثل كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. هناك سور من القرآن بدأت بحرف واحد، وهناك سور بدأت بحرفين، وهناك سور بدأت بثلاثة أحرف، وسور بدأت بأربعة أحرف، وسور بدأت بخمسة أحرف. هذه الأحرف جمعت في قولنا: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر، يعني هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة كما يقول علماء علوم القرآن هي مجموعة في هذه الجملة: نص حكيم قاطع له سر، كأنه يعني تعبير عن القرآن الكريم أنه نص حكيم قاطع له سر، له طبعا أسرار كثيرة. أعرفت ما تعنيه حاميم وقاف ثم نون؟
ثم علق الشاعر كأنه يفسر هذه الحروف، وطبعا لنا كلام كثير في تفسير هذه الحروف نأخذه ونستمده من كتب علوم القرآن ومن تفاسير القرآن الكريم القديمة والحديثة. يقول عن حاميم وقاف ثم نون: فبحاء الحمد وميم الملك وقاف القهر محجته، وبسر النون ونقطتها يحيى الإحسان أحبته، وبنور النور وعرش النور لواء النور وشرعته، فالزم تعلم وافهم تغنم سلم تسلم ذي سنته. كلام جميل، وكأنه يفسر حاميم وقاف ونون. حاميم، هل المقصود بالحاء الحمد؟ هو يقول: فبحاء الحمد وميم الملك وقاف القهر محجته، وبسر النون ونقطتها يحيى الإحسان أحبته، يعني الذين يحبون الإحسان يحيون هذا الإحسان، وبنور النور وعرش النور لواء النور وشرعته. فالزم يا بني، فالزم تعلم وافهم تغنم سلم تسلم ذي سنته، سنته في الكون سبحانه وتعالى. ثم قالت: ما السر بين القاف والقرآن لو يتذكرون؟ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إلى آخر الآيات. قال: قاف القرآن وكم عظمت من سر جلت حكمته، هي سيف الحق وقوته، هي نور القرب وجنته، هي سيف الحق وقوته، هي نور القرب وجنته، هي كأس رضا وكتاب هدى وشراب هوى ذي روضته، فاملأ تهنأ واقرأ تبرأ واشرب تطرب ذي رحمته. أيضا كلمات رقراقة جميلة، وكأنها رؤية يريد أن يبثها إلينا، أن كل حرف نستطيع أن نأخذ منه معنى من المعاني الروحانية الجميلة. ما السر بين النون والقلم الذي فيه يسطرون؟ قال: والنون بني إرادته وبها بالكاف خليقته، يعني لفظة كن. أراد الله عز وجل، إذا أراد الله تعالى شيئا إنما يقول له كن فيكون. والنون بني إرادته وبها بالكاف خليقته، قلم الأقدار يزملها باللطف لتظهر منته، إعجاز ربك مبدعه قد جل وجلت قدرته، فاعبد تسعد واسجد تشهد واقصد واحمد ذي جنته. الوقاية، أنك دائما تكون عابدا حتى تحقق السعادة، ساجدا حتى تشهد من خيرات الله عز وجل من بحر ملكوته الواسع، فاعبد تسعد واسجد تشهد واقصد واحمد ذي جنته، كأنها الترس أو الدرع الذي يخيك من أي شيء بأمر الله عز وجل. ما السر في عدد الحروف ورسمها إذ يكتبون؟ والحرف مراتبه قمر يحكيها البدر وأمته صلى الله عليه وسلم، فنبي الرحمة أوسطها هو بيت الله وكعبته، ولكل مجد منزلة ولكل ولي رتبته، فاذكر واشكر سبح تفلح هاتيك بني طريقته. في الجملة الأخيرة: ولكل مجد منزلة ولكل ولي رتبته، قد يفهم بعض الناس أنه إشارة إلى أولياء الله مثلا من الصوفية أو نحوهم، لكننا نحمل هذا المعنى وهذه اللفظة على أن كل إنسان حبيب للرحمن تبارك وتعالى هو ولي، إنما ولي الله عز وجل حبيب الله، والولي قريب وعكس الولي البعيد أو البغيض. فأهل الإيمان هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. يبقى مسألة الولاية ليس المقصود بها الأولياء المقبورين في قبورهم ممن يقصدون ويدعون من دون الله عز وجل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يبقى مسألة الولاية حتى تكون بين قوسين كده: كل مؤمن محب لله عز وجل ولدينه ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي لله، وكل امرأة أيضا على هذه الشكلة هي ولية لله تبارك وتعالى. عكس الولي، لأن الحديث يقول: من عادى لي وليا
فقد آذنته بالحرب. من الولي ذلك في المقصود في ذلك الحديث؟ الولي هو كل حبيب قريب إلى الله تبارك وتعالى. ولا تكون المحبة ولا يكون القرب من الله عز وجل إلا بتوحيده، إلا باتباع قرآنه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعرفت ما تعني الصفات وكلها فوق الظنون؟ هاتيك يا ولدي أمور حار فيها العالمون. فإذا شغلت بكونه أتراك تعرف ما يكون؟ يعني كيف تعرف ذات الله تبارك وتعالى؟ نحن نستدل على الله تعالى وعلى قدرته وعلى صفاته من كلامه تبارك وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأت يا ولدي الكتاب كما يراه العارفون؟ هاتيك فاتحة الكتاب فهل وعاها القارئون؟ وبسر بسم الله ما يغذو التحرك والسكون. أعرفت ما تعنيه حاميم وقاف ثم نون؟ ما السر بين القاف والقرآن لو يتذكرون؟ ما السر بين النون والقلم الذي فيه يسطرون؟ ما السر في عدد الحروف ورسمها إذ يكتبون؟ أعرفت ما تعني الصفات وكلها فوق الظنون؟ هاتيك يا ولدي أمور حار فيها العالمون. فإذا شغلت بكونه أتراك تعرف ما يكون؟ لابد أن نشير من خلال هذه الإشارات في هذه الأبيات اللطيفة الجميلة إلى أن هناك علوما تسمى علوم القرآن. علوم القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل وحبل الله المتين ونوره المبين، وهو آخر كتاب أنزل على آخر نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الهداية للبشرية الذي لن يكون بعده كتاب. هذا الكتاب الخالد خدمته علوم كثيرة، ولذلك يعجب المسلمون وغيرهم من كتب كثيرة تدور حول القرآن الكريم وتفسيره. المكتبات في العالم العربي والعالم الإسلامي بل في العالم كله تعج وهي مليئة بمخطوطات وكتب عن القرآن الكريم، عن تفسير القرآن الكريم وعن علوم القرآن. هناك مؤلفات أذكر منها كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي من وفيات القرن الثامن الهجري، توفي سنة 774 هجرية. هذا الكتاب طبع في 4 مجلدات، البرهان في علوم القرآن، أخذ منه الإمام السيوطي المتوفى سنة 911 وعمل كتابا سماه الإتقان في علوم القرآن، وعمل كتابا آخر سماه معترك الأقران فيما في متشابه القرآن. وجاء من بعده علماء كثيرون كتبوا في علوم القرآن. وعلوم القرآن تشمل علوم التفسير، علوم الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، العلاقة بين الآيات وبعضها اللي نسميها المناسبات بين الآيات وبعضها، أو المناسبات بين السور وبعضها، حتى العلم المتشابه، معرفة المكي والمدني، ألفت فيها كتب مستقلة. وجمع الإمام بدر الدين الزركشي والإمام السيوطي كذلك كثيرا من هذه العلوم بين دفتي هذين الكتابين المذكورين آنفا. يعني هناك كتب أيضا تسمى كتب الوجوه والنظائر تخدم القرآن الكريم. الوجوه والنظائر يعني الألفاظ التي وردت في القرآن ولها معاني مختلفة. يأتي مثلا على كلمة مثل كلمة أمة ويبحث في القرآن عن مواطن ورودها. كلمة أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، بمعنى إيه؟ بمعنى هذه الجماعة، بمعنى هذه المجموعة التي اتفقت على الإسلام ودانت لله عز وجل بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب إن إبراهيم كان أمة، هل يا ترى كان مقصود به جماعة ولا كان أمة، أي كان إماما، كأنه جامع لصفات الإمام التي إذا توفرت فيه كان يعني قادرا على أن يجمع من حوله وأن يرشد من حوله وأن يهدي الله عز وجل به الناس. كلمة أمة لها معاني، حتى وما دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم يعني أجناس وأخلاط مختلفة. فكلمة أمة في القرآن لها معاني متعددة. كلمة كتاب في القرآن لها معاني، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تبلغ مثل المرأة عدتها، المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، لكن قال الذي عنده علم من الكتاب، كان عنده علم من التوراة مثلا، أو كلمة ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ذلك القرآن الكريم الذي يشار إليه لأنه الكتاب، ذلك الكتاب أي الذي ليس بعده كتاب، أو ذلك الكتاب أي الكتاب الفصل الذي ليس بالهزل، الذي ليس فيه أي شك
أو ريب أو شبهة أو ما إلى ذلك. فهناك علوم مختلفة الحقيقة، لكن لو مثلا ذكرنا علم أسباب النزول، في كتاب مشهور أسباب النزول للإمام الواحدي مثلا، يأتي على الآيات التي لها سبب نزول. مثل إيه؟ مثلا لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام يوما على الصفا بعد أن أوحي إليه ونادى يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، نادى القوم فبدأوا يتجمعون حوله عليه الصلاة والسلام وهو واقف على جبل الصفا. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، يعني هلاكا وخسرانا لك. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يدعو عليه بالتباب أو بالخسار أو بالهلاك. ألهذا جمعتنا؟ يعني أنت تجمعنا حتى تقول لنا إنك رسول الله عز وجل؟ ثم راحوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في آيات بيّنت هذه الشبهات وهذه الردود منهم، ورد القرآن على هؤلاء جميعا. فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يبقى سبب نزول هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى الصفا ودعا قومه إلى الإسلام. جاءت امرأة ذات يوم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دار بينها وبين زوجها، وقالت يا رسول الله، يعني بعد أن نثرت له بطني وعشت معه كذا وكذا، ظاهر مني فقال لي أنت علي كظهر أمي. هذه المرأة المجادلة التي جاءت تشتكي إلى الله، تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها ظاهر منها، أي جعل ظهره لها، أي لم يمسسها في فراشه. لماذا يفعل هذا؟ فنزل قول الله تعالى الذي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم بين حكم الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلى آخر الآيات الكريمات. ففي علم اسمه أسباب النزول، وفي علم اسمه الناسخ والمنسوخ، يأتي حكم ثم يأتي حكم آخر ينسخه أي يزيله. في علم معرفة الآيات المكية والآيات المدنية، ما السور التي نزلت في مكة وما هي السور التي نزلت في المدينة، إلى غير ذلك من موضوعات كثيرة. فعلوم القرآن تشمل أيضا فيما تشمل علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، هذه العلوم الخادمة الشارحة لكتاب الله تبارك وتعالى. كل هذا حتى علم الفقه وعلم أصول الفقه كله مستمد أيضا من القرآن الكريم وليخدم القرآن الكريم. هذه علوم تسمى علوم القرآن، مباحث خاصة، مباحث جمع مبحث، يعني زي فصول وأبواب خاصة وموضوعات مستقلة لخدمة القرآن الكريم. منها أيضا علم التفسير، والتفسير أنواع وله طرق مختلفة. في تفسير بالمأثور، أي بالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وأنزلنا إليك الذكرى اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن الكريم. يبقى الذكر في هذه الآية، ذكر الأول يعني السنة، وكذلك الذكر الثاني يعني القرآن الكريم، ما نزل إليهم، التنزيل، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة أي السنة أيضا. إذن تفسير القرآن يكون بالقرآن ويكون بالسنة أيضا، ويكون أيضا عن طريق اللغة، يكون عن طريق أسباب النزول. إذن كل هذه الأمور مجتمعة تشكل لنا أشكالا وطرقا لتفسير القرآن الكريم. ماذا قال العلماء فيما يتعلق بالسور المبدوءة بالحروف المقطعة وهي في 29 سورة؟ يعني تعرفين حروف المعجم بنسميها 28، أو أحيانا نضيف لم ألف يبقى 29. وردت في 29 سورة، لكن ورد نصف الحروف الأبجدية. الحروف الأبجدية ألف به ته سه كذا، ليه سميت أبجدية؟ لأنها جمعت في كلمة أبجد هوز، طبعا حطي كلم مش الأغنية، وإنما أبجد هوز حطي كلم، سع فص قرشت ثا خاذ ضاضاه، يعني جمع لحروف الهجاء في جمل. فقالوا أبجد هوز دي كلمة، إنها كلمات
ليست لها دلالة، لكن أخذها بقى أهل الفن وحوروها وجعلوا لها أغنية مشهورة. الحروف المقطعة هي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون. كما قلت جمعت في نص حكيم قاطع له سر، أو جمعها بعضهم أيضا في قوله طرق سمعك النصيحة. فاحفظوا بقى حضراتكم إخوة المشاهدون والمشاهدات ما ترونه من الجملتين، طرق سمعك النصيحة كلمة سهلة، أو نص حكيم قاطع له سر أيضا جملة يسيرة نستطيع أن نستوعبها. دي المعنى أو المقصود أننا نحفظ الحروف التي بدأت بها سور القرآن الكريم، في 29 سورة بدأت بهذه الحروف. كما قلت هناك حرف واحد زي صاد وقاف ونون، هناك حرفان مثل طه وطاسين وياسين وحاميم، هناك ثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم وألف لام راء وطاسين ميم، هناك أربعة أحرف ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، هناك خمسة أحرف مثل حاميم عين سين قاف سورة الشورى، ومثل كاف ها يا عين صاد. طبعا ناس كتير بتقرأ وبخاصة اللي بيقرأوا القرآن لأول مرة بيجي يدخل بقى عليهم رمضان، فبيدخلوا كده المساجد يمسكوا المصحف ويجي يفتح يلاقي مثلا ألف لام ميم فيقول ألم، وبعدين إيه ألم ديت؟ هي طبعا ألف لام ميم، وممكن يقول حم هي حاميم، وممكن يقول يس كمان على ياسين، ممكن يقول طه طاء هاء، فممكن نسمع أشياء كثيرة. وكم سمعنا أناسا يقولون حاميم دي عسق، حميم عسقة لحميم عين سين قاف، وكهي عص مثلا يعني الكاف ها يا عين صاد. القرآن يؤخذ بالتلقي بالسماع، وقد أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، وكذلك أخذه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه التابعون فتابعوا التابعين إلى يوم الناس هذا، ما زال هناك أناس يأخذون القرآن بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى الله تبارك وتعالى. هذه أمة الإسناد، أمة الإسناد يعني لولا الإسناد كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين. هذه أمة تعلمت أو تعلمنا جميعا كيف نسند القول لصاحبه، كيف نسند الرأي لصاحبه، من باب الأمانة ومن باب الدقة ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه أن نسند الشيء لصاحبه. فنحن تعلمنا كذلك أن نسند النعمة لمسديها سبحانه وتعالى، نحمد الله على نعمه، لا أقول هذا من عندي كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، لكن أقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قس على هذا أشياء كثيرة في حياتك. طيب إيه معنى بقى الحروف نص حكيم قاطع له سر في السور الإجمالية 29 دي؟ يعني ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إيه تفسيرها؟ ورد تفسير هذه الحروف على أكثر من 20 وجها، سأختصر أو أجمع يعني أبرزها لحضراتكم في 4 أو في 5. المعنى الأول قالوا هذا من العلم المستور والسر المحجوب، يعني كده كأن الله تعالى شاء أن يكون هناك علم في القرآن لا يدركه أحد، علم مستور وسر محجوب استأثر الله بعلمه. فلما نيجي نقول ألف لام ميم نقول الله أعلم بمراده، مش عارفين إيه معناها على الحقيقة. لكن بعض أهل العلم قال كتاب الله تعالى ليس ألغازا، بل إن كتاب الله عز وجل لا يجوز أن يكون فيه ما لا يفهم، فلا بد أن لها دلالة. طب إيه دلالتكم بقى لهذه الحروف؟ قالوا من هذه المعاني أنها علم معلوم وتأتي على 20 معنى، منها أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. مثلا ألف يبقى مأخوذة من الله، اللام مثلا من اللطيف، الحاء من الحليم مثلا، الميم من المجيد، وهكذا. أو قالوا إن دي من الأقسام التي أقسم الله بها، يعني كأنها مثل نون والقلم وما يسطرون، يبقى كأن ربنا أقسم بهذا الحرف. ليه؟ لأن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب المنزل لا شك فيه. ولذلك تعجب أخي الكريم وأختي الفضلة المتابعين لنا أنك حين تقرأ هذه السور المبدوءة بالحروف المقطعة ستجد ذكرا لكتاب الله عز وجل بعدها،
يعني حاميم والكتاب المبين، طاسين تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، يعني لابد يكون في ذكر للقرآن الكريم عقب ذكر إيه؟ أي حرف من هذه الحروف المقطعة. قالوا من معانيها ألف لام ميم، يعني أنا الله أعلم. يبقى خد الألف من أنا، واللام من لفظ الجلالة، والميم من لفظة أعلم. وألف لام مثلا راء معناها أنا الله أرى، ألف لام راء معناها أنا الله أرى. طيب ألف لام ميم صاد معناها أنا الله أفصل، أنا الله أفصل، يعني نوع من التأويل اجتهد فيه أهل العلم، قد يكون مقبولا أحيانا وقد لا يكون مقبولا. طبعا قيل إنها أسماء للصور التي وردت فيها، فنقول ألف لام ميم البقرة، أو ألف لام ميم آل عمران، أو ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو أي حرف من الحروف المقطعة، ثم نقول اسم السور، حميم الزخرف، حميم غافر، حميم الجاثية، حميم الأحقاف، وهكذا. أو إن لها معنى آخر، أنها تلفت أسماع القوم إلى أن هذا القرآن من جنس حروفكم. وهذا يمكن عليه كثير من أهل العلم، إن هذه الحروف المقطعة كأنها جرس ينذر أسماء، أو يعني كأنه يطرق أسماع المتلقين من العرب إلى أن ما سيتلوه محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو من جنس حروفكم. ألستم تستخدمون هذه الحروف فتقولون ألف ولام وميم، وألف لام ميم صاد، وحاميم وعين سين قاف، هذه الحروف التي تتكلمون منها وتكونون كلامكم منها إنما هي يعني القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف، فهو كلام عربي مبين من جنس ما تتكلمون أنتم به، إذن أنتم تفهمون هذا الكلام أو ينبغي أن تفهموه، ومن ثم ينبغي أن تصيغوا السمع إليه وأن تؤمنوا بهذا الكتاب المبين الذي نزل على قلب رسول أمين هو من بينكم، وأنتم تعلمون أنه الصادق الأمين، وأنتم الذين أطلقتم عليه هذا الوصف. طبعا هناك بعض الناس تحاول أن تسمي هذا التفسير للحروف المقطعة بالتفسير الإشاري، بل هناك يعني مؤلفات أيضا ألفت في تفسير القرآن تفسيرا إشاريا، وهذا من الأمور التي يعني نقف منها موقفا حذرا. أضرب لك مثالا، حين يقرأ أحدنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية سورة آية الكرسي المشهورة، يأتي أحدهم فيفسر ويقول من ذا الذي يشفع عنده. الآية بتستفهم من ذا، يعني من هذا الذي يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، إلا إذا أذن الله تعالى له أن يشفع. تفسير واضح والمعنى بين للجميع. فيأتي بعضهم ويقول لا، الآية معناها من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده، هو يقول لا، هي معناها من ذا الذي يشفع. يعني ايه يا عم يفسر لنا؟ يقول لك من ذل من الذل، ذي يعني يذل نفسه، من ذل ذي يشفى، يعني ربنا يشفيه. عي فعل أمر من وعى، يعني إيه؟ يفهم، افهم مني هذا الكلام، من ذا الذي يشفعي. ده نوع من تقطيع حتى الآيات القرآنية، تقطيعا أشبه ما يكون بالتقطيع العروضي للأبيات الشعرية. هذا من التفسير الإشاري غير المقبول، لأنه ما قال به أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة الكرام ولا من التابعين ولا من العلماء المشهود لهم، والقرآن العربي المبين لا يحتاج إلى هذا الإغراق في التفسير بهذه الصورة الفجة. احنا طبعا الكلام على القرآن الكريم يجرنا حتما الى الكلام عن الاعجاز، والاعجاز معناه العجز، والعجز معناه الضعف، والضعف هو التأخر عن الشيء او هو ضد القدرة، كما قال القرآن على لسان ابن آدم، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، يعني لم اقدر أن أكون مثل هذا الغراب فأفعل ما فعل الغراب وأحفر مكانا لأدفن فيه يعني الأخ المقتول. وأعجزت فلانا أي جعلته عاجزا، يعني كأنه كان قادرا ثم أعجزته.
والتعجيز التثبيط، والإعجاز الفوت والسبق. ونحن نقول القرآن معجز، وبعدين نطلق يعني أيضا على عناوين كثيرة: إعجاز القرآن، الإعجاز اللغوي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز التأثيري، الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي. ألوان كثيرة من ألوان الإعجاز. يعني إيه الإعجاز؟ لما بيتحدى متحدي شخصا أو أشخاصا، فإنه لا يكون التحدي إلا للأقوياء. ما تجيش أنت ما شاء الله عليك بتاع كمال أجسام وبعدين تتحدى واحد قد كده صغير ترانزستور كده أو أشبه ما يكون، ها؟ ترفعه اصبعين مثلا كده، ما تقول له أتحداك إن أنا أغلبك، ما هو هذا ضعيف جدا. لكن أنت تتحدى مثلك في الجسم أو أقوى منك، يبقى التحدي يكون في المثلية، أو أتحدى من هو أرفع مني مستوى مثلا، أستطيع أن أسابقك، فأنا مثلا سريع في الجري، فتأتي لواحد متسابق عالي، لكن لا تأتي إلى إنسان أصيب مثلا بالشلل وتقول له تعالى سابقني وتسبقه أنت وتقول هي أنا فزت، لا يصح هذا. فالإعجاز هنا خلينا نقول عندما يتحدى المتحدي آخرين فإنه لا يتحدى إلا الأقوياء. ليه؟ لأنه لا فضل في تحدي العاجز. لما أتحدى إنسانا عاجزا وفوز عليه، إيه الفضل في هذا؟ عندما يباري الإنسان من هم أقوى منه أو مثله في القوة ويغلبهم، يكون له الفضل ويكون له الفخر. لذلك كان التحدي بالقرآن الكريم موجها للأقوياء، الأقوياء في اللغة، الأقوياء في البيان. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب كانوا أمة بيان وأمة فصاحة وأمة بلاغة، ما يعني يستطيع أن يجاريهم في ذلك أحد. لم يكونوا بارعين في نحت، ولم يكونوا بارعين في موسيقى، ولم يكونوا بارعين في صناعات معينة، إنما براعتهم كانت في بيانهم في شعرهم. ولذلك يجلس الإنسان بعض الوقت فيخرج على الناس بقصيدة تبهرهم، وهناك المعلقات وهناك قصائد كثيرة جدا. كيف ينظم هذا الكلام؟ أو يقوم فيخطب في الناس خطبة عصماء بكلام منثور موزون، يعني فيه أيضا سجع، فيه جناس، فيه ألوان جميلة من محسنات الألفاظ المعنوية أو البديعية. هذا القرآن الكريم حين نزل، نزل على هؤلاء القوم وهم يحسنون البيان ويحسنون الفصاحة ويحسنون الكلام، فتحداهم القرآن أن يأتوا بشيء مثله، من مثله سورة، 10 صور مفتريات، فعجزوا عجزا يعني قاتلا. حتى تحدى القرآن الإنس والجن، لو أنهم اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمعجزة في القرآن الكريم خارقة لعادتهم في كلامهم. والمعجزات الحقيقة إما مقرونة بالتحدي وإما ليس فيها تحدي. المعجزات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، منها القرآن طبعا وكلامه عليه الصلاة والسلام، السنة التي هي أيضا وحي، وأشياء كثيرة حدثت، منها إخبار بأمور غيبية، ومنها أمور أخرى حدثت بين يديه صلى الله عليه وسلم ورآها الصحابة ورآها الكفار، منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. بل إن الله تعالى أيضا في الأنبياء السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أيضا معجزات أخرى كان بعضها حسيا، ومع ذلك لم يؤمن أقوامهم بهم، كما يعني يتبين لنا الآن. المعجزات الموجهة للكفار هي النوع الأول اللي مقرونة بالتحدي باعتبارها دليلا للنبي الذي يوحي الله عز وجل إليه يعني بكتاب أو بغير كتاب حتى يؤمن به أتباعه ويتبعوه. مثل ناقة صالح، قوم صالح لما ثمود طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم من بين الصخور ناقة، فأمر الله يعني دعا الله عز وجل فأمر الله ناقة أن تخرج، كن فيكون. فخرجت ناقة كبيرة جدا من بين الصخور، وقال لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، مكان كبير جدا تشرب منه، بعد ما تشرب أنتم في اليوم الثاني تشربون. فعقروها ضربوها حتى يذبحوها، يعني طلبوا ناقة من مكان صحراوي. شوف تخيل الأمر، عايزين يطلع من الحائط دوت ناقة، فطلعت الناقة لم يؤمنوا. يبقى معجزة حسية باهرة قاهرة لهم ومع ذلك لم يؤمنوا بها. أيضا إن جاء إبراهيم عليه السلام من النار، يعني أشعلوا له النيران وأوقدوها على أعلى ما يكون الإيقاد ثم ألقوه فيه عليه السلام، فالله عز وجل قال للنار التي خاصيتها الإحراق جعلها تسلب هذه الخاصية، قال يا نار كون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومع ذلك لم يؤمن قوم إبراهيم بهذه المعجزة التي رأوها، دخل في النار وخرج منها سليما
وقد قال حسبي الله ونعم الوكيل. أيضا عصا موسى كانت عزلاء عادية إلا من أصبع موسى النبوية وشفاه تقتات إخلاص سماوية. كن موسى تملك مثل عصاه تقهر فرعون وتتحداه، تمشي في الأرض بقدم الله تصبح أغصان الأرض عصا موسى. موسى عليه السلام كانت في يده عصا، الله عز وجل أمره أن يلقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فخر له السحرة الذين يعرفون طبيعة السحر، فهموا أن هذا ليس ساحرا، فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه معجزات، منها أيضا إحياء عيسى عليه السلام للموتى وإبرائه للأكمة والأبرص وغير ذلك حتى ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم. هذه معجزات مقرونة بالتحدي، كذلك منها القرآن الكريم معجزة مقرونة بالتحدي. هناك معجزات أخرى لم يكن فيها تحدي، مثل يعني يراها الصحابة فيثبتهم الله عز وجل برؤية هذه المعجزة، كحنين الجذع. الجذع قطعة من شجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليها أو يقف عليها ليخطب في الناس حتى يكون في مكان مرتفع، فلما صنع له منبر عليه الصلاة والسلام بدأ يعني الجذع يئن، ويعني سمع له حنينا عليه الصلاة والسلام، صوت بكاء ليه؟ لأنه فارقه النبي عليه الصلاة والسلام، فارقه وتركه، فصار الجذع له حنين يعني يبكي بصوت سمعه الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم يسكت هذا الجذع حتى احتضنه النبي عليه الصلاة والسلام فسكن. هذه يعني معجزة أيضا باهرة، لكن ليست مقرونة بالتحدي، وإنما ليثبت الله عز وجل بها أهل الإيمان. كذلك تصبيح الحصى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، الحصى أصدر أصواتا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها يعني تسبيح لهذا الحصى. نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، أرض ليس فيها ماء يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيها ويدعو فيبارك الله عز وجل وينفجر الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. تكثير الطعام، يأتي على طعام قليل يضع يده صلى الله عليه وسلم على قرص شعير فيأكل الناس من حوله، أكثر من 15 أو 20 شخص يأكلون من قرص واحد. أيضا في قصة الخندق لما دعاه جابر عليه السلام وقد يعني ذبح عناقا صغيرة، وقال يعني قالت له زوجته ائتيني بالنبي عليه الصلاة والسلام وعشرة معه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام 1500، يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحي هلا، فجاء القوم جميعا ويدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 أو 15 حتى أكل أكثر من 1500. هذه أيضا من المعجزات التي رآها الصحابة بأعينهم، لكن ليس فيها تحدي. لما يأتي إليه جمل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه أنه أدأبه وأتعبه وجعله يعني يكد ويتعب ولا يعطيه الطعام المناسب ولا يريحه من شدة التعب، في ذات يوم قد أتى الرسول حديقة يزهو بها النخيل فجاءه يشكو إليه الجمل يقول إني لم أعد أحتمل، فصاحبي كما ترى أتعبني ولم يزل يضربني يشتمني، وانتصرت من عينه الدموع ما أبأس المتعب إذ يجوع، ولامست يد النبي سنامه وخففت برفقها آلامه، وقال يا صاحب هذا الجمل لا تضربن لا ترهقن بالعمل، ولتتق الله فيه يا رجل، واحمد إلهك الذي سخره وارفق به فالجوع لا يحتمل، إلى آخر ما قال يعني القائل. إذن هناك من المعجزات ما هو مقرون بالتحدي، وهناك من المعجزات ما هو غير مقرون بالتحدي، مثل انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وراء يعني المشركون والصحابة انشقاق القمر بأعينهم. قصة الإسراء والمعراج وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بيعني ما رآه في بيت المقدس، وهم يزورون بيت المقدس ويعرفونه من رحلة يعني الشتاء والصيف، وهم يتجهون إلى بلاد الشام ويذهبون إلى المكان القدس ويرون بيت المقدس، فقالوا له نعلم أنك لم تذهب إليه فصفه لنا، فتجلى بيت المقدس للنبي عليه الصلاة والسلام فراح يصفه لهم بابا بابا وعمودا عمودا عليه الصلاة والسلام، فقالوا صدقت. هذه معجزة أيضا ولكنها ليست مقرونة بالتحدي. إذن هناك نوعان من المعجزات، معجزة مقرونة بالتحدي منها القرآن الكريم، ومعجزة غير مقرونة بالتحدي ما ذكرناه الآن. القرآن الكريم يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله في القدر الذي اختص به، حتى ولو بصورة واحدة ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا من هذا. الحقيقة الإعجاز في الكلام في الإعجاز يطول، لكن داهمنا الوقت، لذا أستأذن حضراتكم
إن مد الله في أعمارنا أن يكون كلامنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى عن إعجاز القرآن الكريم وألوان الإعجاز في هذا الكتاب الخالد الذي أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه وأن يجعلنا من خدامه ما حيينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم، ودواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر، والدمع عطرا سارحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن